الشمس لابته لابته وقفة شوميلة 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 يا صدارة خذت المركز الاول لهجن الرياسة لهجن الرياسة يتقدم ايضا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العصافة الابطان العصافة الابطان ما قال له شيء ما قال له شيء هناك على المركز الاول على الصدارة الاولى تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرياسة تهانينا لهذه المؤسسة العملاقة تهانينا لسلطان بن محمد بن سالم الوهيبي من قدم لنا هملولة هي او عفوا اللي هي الوثبة في هذا الانطلاق المثير بالمركزين الاول والثاني الوثبة والوثبة تهانينا شكرا يا ابو هند على هذه الانطلاقة والتحديات في اول اشواط هذا المساء بينما المركز الثاني الوثبة لهجن الرياسة المركز الثالث هملولة لهجن الرياسة رابعا تلاقي هملولة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول يا سلام تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهنية للظافر علي بن ميل الوهيبي من يقدم لنا هملولة قبل وصولها إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس معلنها الانتصار والإبداع يا سلام المركز الثاني من تاتي مشاهدينا الكرام الوثبة لهجن الرياسة ولكن هملولة وصولها إلى خط النهاية تهانينا والناموس لهجن الرياسة والتهني للظافر علي بن ميل الوهيبي على هذا الفوز والإبداع والانتصار لحظة الوصول معلنه الفوز والناموس بدون أي منافس ولا منازع على الإطلاق المباشر قامت الشوط راس وانهت الشوط راس تهانينا المركز السابع وصل مذخور مذخور مع سابع المراكز ولكن الفوز الفوز لمن ما بين شعار اجلي ند الشباب وشعار الرياسة شعار الرياسة الفوز لمن ما بين الشعارين شعاري هجلي ند الشباب ما زال مع الصدارة ما زال مع المركز الأول يتقدم في هذا العرض يتقدم بهذا الأداء سعيد بن سالم في عملية التضمير والمتابعة سلام 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 شاهين على هذا الفوز والانتصار هملول مع المركز الثاني ولكن شاهين أقرب إلى الفوز تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني هملول بشعر هجن الرياسة المركز الثالث أيضا هملول بشعر هجن الرياسة المركز الرابع سعود والمضمر عبد العزيز بن حلفان المري ولكن العودة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول الله الله التحديات الأخيرة شاهين من هجن الرياسة راشد بن محمد بالسمة المنصوري وأيضا هنالك شاهين من هجن الرياسة العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي ينطلق العملاق العملاق سلطان بن محمد الوهيبي من يقدم شاهين شاهين من هجن الرياسة يقوده العملاق إلى الناموس إلى الفوز والانتصار تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرياسة وللمضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني لافي لصاحب بن سالم بالتضمير هنا الحوار الأخير 500 متر الأخير تجاوزت هملولة ووصلت الشاهنية وبدأ الانطلاق الأخير وبدأ الاندفاع الكبير هنا مع الانطلاق الأخير إذن الشاهنية من هجن ند الشباب مع المضمر سعيد بن سالم تنتقل إلى المركز الأول تقدم هذا الأداء الجميل أما هنا هملولة بالمركز الثاني من هجن الرياسة ولكن خلاص الناموس الفوز هنا مع الشاهنية وانطلاقها الأخير واندفاعها المثير تهانينا والناموس لهجن ند الشباب والتهنية للمضمر سعيد بن سالم على هذا الفوز والانطلاق المميز ها هي لحظات الوصول المركز الثاني الشاهنية من هجن ند الشباب ثالثا هملولة من هجن
بالفوز، غادر بالسلام، غادر بالانتصار، بعد المسافة. باي باي لكل المشاركين، لكل المشاركين. غادر بالسم، غادر، غادر بالسم، غادر بشعار هجن الرياسة، بالحمر، بالحمر الخطير، بالحمر الكبير، بالحمر المميز. ذهب، 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 ذهب على ذهب. يا بالسم، يا بالسم، يا المنصوري، يا المنصوري. سلامي للرياسة وهجنها الكبيرة وهجنها العملاقة التي اعتادت على الذهب وعلى الإنجازات. سلام للرياسة، سلام. هملول قادم، حذاري من هملول لسمو الشيخ الياب بن محمد بن زايد الحيان، محفوظ بخميس النيبي في عملية التضمير والتدريب. شاهين لهجن الرياسة بقيادة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. ولكن نعود إلى المقدمة، هملول هو الأبرز، هملول هو المسيطر المنطلق. مشاهدين الكرام، مع ناموس هذا الشوط وشاهين لهجن الشباب مع المركز الثاني، شاهين لهجن الرياسة مع المركز الثالث. هملول وشاهين، هملول شاهين، هجن الشبا شاهين، شاهين غير شاهين، انطلق شاهين لهجن الشبا. تهانينا والناموس لهجن الشبا بمناسبة فوز شاهين، والتهاني لسعيد بن سالم على هذا الانتصار. المركز الثاني هملول اسمه شيخ ذياب بن محمد بن سالم. المركز الثاني هملول بشعار هجن الرياسة أيضا مع الظافر. ولكن المستحيل، المستحيل بذياب ينطلق بكل قوة نحو الفوز والانتصار. ولكن الخطورة، الخطورة من هملول، الخطورة من الظافر علي بن جميل الوهيبي. الأمتار الأخيرة، الأمتار الحرجة، ما فيه المستحيل، ما بين الظفر والشعار واحد والناموس واحد. سلام للرياسة، سلام على الفوز والانتصار، سلام المستحيل، سلام، سلام بذياب، سلام. المركز الثاني هملول بشعار الرياسة، والمركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام مع جولة التحديات، جولة الأوامر. ولكن هجن الشبا على المقدمة مع الشاهنية بقيادة المضمر سعيد بن سالم، من يقدم لنا انطلاقة الشاهنية المركز الأول على صدارة هذا الشوط. ولكن العين، العين قادمة على المركز الثاني اسمه شيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، محفوظ الخميس الجنيبي. ولكن هجنة الشبا مع الشاهنية، الشاهنية من هجنة الشبا بقيادة المضمر سعيد بن سالم، من يقدم لنا الشاهنية. الأمتار الأخيرة لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. الشاهنية تصل هنا في الأمتار الأخيرة. ولكن هملولة، هملولة والشاهنية، اللحظات الأخيرة. ينطلق بأداء جميل وبتحدي مثير مع الاندفاع الأخير، 300 متر الأخير المتبقية عن نهاية هذا الشوط. وهذه الشاهنية تنطلق مع انطلاقة مميزة، وهنا استراحت محارب مع الحزام الأخضر وباقترابها من المقصورة الرئيسية. هنا مع هذا الفوز والانتصار الجميل، تهانينا والناموس لهجن الشبا، والتهنية للمضمر السعيد بن سالم على هذا الفوز والانتصار الجميل. هذه هي لحظات الوصول إلى خط النهاية، وهذه هي الشاهنية تعانق المركز الأول بكل حب ولهفة واشتياق. تهانينا والناموس. المركز الثاني شانية من هجن الشبا، ثالثا هملولة من هجن الرياسة، رابعا هملولة من هجن. والرياسة قادمة وهجن ساح السلم. ولكن الصارم،
الصارم الصارم ابناء المملكة، ولكن الرئاسة 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 المملكة المملكة الامارات الامارات ولا المملكة العربية السعودية. الله يا ابو حمد، الله يا الصارم، الله يا الصارم، الشعار الاخضر صاحب السمو الملكي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. سلام للمملكة، سلام، سلامي عليك يا ابو حمد، سلامي يا عبد العزيز، يا بن حلفان، يا المري تهانينا، والناموس على فوز الصارم تهانينا. هملونه هملونه والشاهينيه الشاهينيه وهملونه الأربعمية متر الاخيره الخطيره ما بين الاسمين ما بين الاسمين. راح المستحيل، راح المستحيل بذياب، المستحيل بذياب ينطلق هنا راشد بن محمد بالسم المنصوري. الله على الانطلاق، الله على الاداء، الله على العرض اللي تقدمه الشاهينيه بالامتار الاخيره بالامتار الكبيره. الله يا سلام على الشاهينية، الشاهينية وهملولة، هملولة والشاهينية، الفوز ما بين الاسمين ما بين الاسمين، الشعر واحد، سلام لهجن الرئاسة، سلام للشاهينية وللمستحيل على هذا الفوز المركزي. التي بدأت تنطلق، التي بدأت تندفع هنا مع الاندفاع الأخير، اشتدت المنافسة ما بين ما بين الوثبة وما بين الشاهنية. هنا الحوار الأخير، هنا الأداء المثير، هنا الانطلاق الكبير ما بين الأسماء ما بين الأسماء. هنا الوثبة، هنا الشاهنية، هجن الدشبة، هجن الرئاسة، ووصلت الشاهنية من هجن الرئاسة مع محمد العتيق بالزيتون المهيري. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، لكن ما شاء الله هذه الشاهنية التي هنا تسير مع المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن ند الشبة، والتهنية للمضمر سعيد بن سالم على هذا الفوز والانتصار. ها هي لحظات الوصول، المركز الثاني الوثبة من هجن الرئاسة، ثالثا الشاهنية من هجن الرئاسة، رابعا هملولة من هجن الرئاسة، خامسا